أعلنت الشرطة في اليابان أن الأمطار الغزيرة التي متواصلة منذ أمس في شرق البلاد تسببت بمقتل 5 أشخاص بسبب الفيضانات والانهيارات الطينية، فيما لا يزال 5 أشخاص آخرين في عداد المفقودين. ونصح أكثر من 30,000 عائلة بإخلاء أو نصح أكثر من 30,000 عائلة بإخلاء منازلهم في مقاطعة فوكوكا في شمال كيوشو بسبب الأمطار.